الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أحبة الكرام أينما كنتم وفي أي بلد أنتم. آخر ساعة من يوم الجمعة، ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء لله رب العالمين. للمؤمن دعوة مستجابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله ما سأل. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. اللهم يا رب العزة انصر إخواننا في أرض العزة والكرامة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المرجوة وفي هذه الساعة المباركة أن تنصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. أكثروا من الدعاء لإخوانكم. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصر عزيز، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. أكثروا من الدعاء لإخوانكم، أكثروا من الدعاء في هذه الساعة المباركة، أكثروا من الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل شر والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. حياكم الله أحبتي الكرام، أكثروا من الدعاء وثقوا بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق أهدافكم وسيحقق طموحاتكم وسيحقق رغباتكم. فقط ثقوا بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق تلك الآمال وتلك الأهداف. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما يبقى على ظلمه إلا قصمته. اللهم تب على التائبين، فرج هم المحمومين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة المباركة أن يبارك في أرزاقكم وأن يمد في أعماركم وأن يحقق أهدافكم وآمالكم. اللهم إنا نسألك الصحة في أجسادنا والبركة في أرزاقنا والبركة في أولادنا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح فتياتنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذه الساعة المرجوة، أن تفرح قلوبنا. اللهم أفرح قلوبنا، اللهم أفرح قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مجري السحاب، اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم. اللهم يا من أجريت هذه السحاب الثقال، انصر إخواننا في أرض فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم، اللهم عافهم يا رب العالمين. اللهم عوضهم في ممتلكاتهم يا الله، اللهم عوضهم في ممتلكاتهم يا الله. اللهم قد تكالبت عليهم ملوك الأرض وجبابرة الأرض وطغاة الأرض، فكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الأحباب الكرام، أكثروا من الدعاء،
أكثروا من الدعاء لإخوانكم، أكثروا من الدعاء لأنفسكم، أكثروا من الدعاء لأهليكم، أكثروا من الدعاء لآبائكم وأمهاتكم في هذه الساعة المرجوة، في هذه الساعة المباركة، أكثروا من الدعاء لزوجاتكم وذرياتكم. اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح زوجاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم ارزقنا واغننا بحلالك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيام رمضان وصيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك الله من النار وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك وندعوك يا رب العالمين أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لم شمل المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم لم شمل اليمنيين، اللهم لم شمل اليمنيين، اللهم لم شمل اليمنيين، اللهم لم شمل اليمنيين، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم. اللهم أعد الأمن والاستقرار والرخاء إلى أرض اليمن يا رب العالمين، اللهم أعد الأمن والاستقرار والرخاء إلى أرض اليمن يا رب العالمين، اللهم أعد الرخاء والأمن والاستقرار إلى أرض اليمن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا ضاقت بنا الأرض يا رب العالمين، الناس في حالة لا يعلمها إلا أنت، فإنا ندعوك ونستعين بك ونستهديك ونتوكل عليك. اللهم فرج هموم اليمنيين وهموم المسلمين أجمعين في كل أقطار الدنيا يا رب العالمين. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء، لا تيأسوا، لا تيأسوا من فضل الله ومن كرم الله، فهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي أمراضنا، أن يشفي أمراضنا، أن يزيل همومنا وغمومنا، أن يقضي عنا الدين، أن يقضي عنا الدين، أن يفرج عنا الهموم والكروب والأوجاع والأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤتي كل أحد منكم سؤله. اللهم أعطينا سؤلنا وفوق سؤلنا، اللهم أعطينا سؤلنا وفوق سؤلنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق أهدافنا، اللهم حقق طموحاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نطمح أن تدخلنا الجنة، نطمح بحياة كريمة وحياة سعيدة ورزق كريم يا رب العالمين، فحقق آمالنا وأهدافنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما شاء الله، الأجواء جميلة، الأجواء رائعة، المناظر طيبة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن، أن يمن علينا بالأمطار، أن يمن علينا بالأمطار، أن يمن علينا بالأمطار والخير والبركات، والخير والبركات، والخير والبركات. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله أن الخير قادم، إن شاء الله أن الخير قادم، بإذن الله الخير قادم. تفاءلوا بالخير، أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، من أحسن الظن بالله فليبشر بالخير
والسعد، كونوا واثقين بوعد الله، كونوا واثقين بأن الله سيفرج همومكم، كونوا واثقين بأن حياتكم ستتبدل إلى الأفضل وإلى الأحسن بإذن الله رب العالمين. من توكل على الله، من أحسن الظن بالله، فليبشر بالخير، يبشر بالسعد، يبشر بالسعادة، يبشر بالراحة، يبشر بالطمأنينة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم، لا تنسوا الدعاء لأنفسكم وأهليكم وزوجاتكم، وكونوا واثقين بأن الله سيحقق تلك الدعوات.